بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم بخير. اليوم جاتني هذه البيكاسو اللي فيها المحرك 1.6 اتش دي، فيها تيربو غاريت كما راكم تشوفوا، جيومتري فاريابل، فيها خدمة. واش انا اغتنمت الفرصة حبيت ندير لكم فيديو ان شاء الله خفيفة فيما يخص استهلاك زيت تاع المحرك تاع هذا 1.6 اتش دي. لف خوتي، لا فات 100,000 هذا المحرك يعود يستهلك في الزيت. ومؤخرا راه درت لكم قدش فيديو قلت لكم كاين بزاف امور لهذا المحرك يستهلك منها الزيت، هو التسريب تاع الخواتم تاع الزيت او الجوان سبي يعودوا موش ملاح يعود يسرب منهم، جوان كارتير لا لقيتوه نقولوا ناشف ما فيه حتى تسريب وينقص الزيت المحرك، اعلموا باللي راه كاين مشكل. المشكل الاول هو اللي يروحوا ليه هو هذه لا مومبران اللي راه لهنايا، كاينه جلده راهي تحت هذه الغطاء وين كاين الكاش كمبيوتر، راني وريت لكم كيفاش تنحوها. نحوها راقبوها، الا لقيتوها مليحه هذيك الساعه معناتها راه كاين مشكل اخر. المشكل خاوتي هو نروحوا للتيربو نحو هذه نحو هذا الخرطوم كما راكم تشوفوا، جيبوا حاجه ماضيه هنا وشوفوا هذا شوفوا هذا الريش لا تيربين كما هذا، شوفوا كاش راهو يتحرك، راهو فيه الجو يطلع ويحبط، هذا راهو قادر يدير استهلاك تاع الزيت. بصح الحاجه اللي حبيت انا نوريها لكم، وكي تكون هذه لا مومبران مليحه ويكون التربو مليح ومحرك تاعكم يستهلك في الزيت، راح نعطيكم طريقه راقبوا وحدكم المحرك تاعكم بلا ما تروحوا للميكانيسيان تعرفوه ياكلوا في الزيت ولا لا. وحتى وتجوا قد تشروا الطوموبيل ديروا هذه العمليه، نحو هذا الخرطوم تاع الفلتر نحوها، اروحوا لهنايا تشوفوا لهنا امسحوا امسحوا هذا منين رونيفلور بالفرنسويه رونيفلار، ومن بعد نوضوا السياره نوض شوف كان نوضوا السياره ونشوفوا هل فيه تسريب ولا لا، خاطرش العادي يسرب بنا في الزيت وين يروح راه يروح التيربو، ولا راح للتيربو راح يحرقوا. في بعض الاحيان تشوفوا بالدخان ازرق من خلف السياره وفي بعض الاحيان ما تشوفوش، بصح المحرك تاعكم كي تجرجوه تلقاو بلي ناقص زيت. درك واش ديروا؟ لازم ترنفلوا، هي بصح لازم السياره تعود سخونه، دوسوا على دواسة الوقود رنفلي تشوف زيت 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 خوتي. إذا كان تشوفوا لهنايا لا لاحظتوا باللي كاين الزيت لهنا كما راكم تشوفوا، هاني زعما مسحتو هاو بدر يخرج الزيت، هاني رونفليت شويه برك، بصح كي ترونفلو لازم المحرك يكون سخون، ما بالكم ترونفلو يكون بارد راكم رايحين ديروا عطب. شوفوا الزيت اللي خرج، هذا راهو راح يتراكم الزيت ويروح لكم كما قلت للتيربو، من بعد راكم رايحين تلاحظوا باللي المحرك تاعكم استهلك الزيت. خاوتي هذا منين يجي؟ هذا مش معناتها معناتها المحرك لا سيغمونطاسيون تاعو راهي ناقصه، ولا عادي لا عادي يخرج بزاف الزيت اكثر من هكذا، معناتها راه الموتور ميت، ما ديروا له والو. الشيء اللي يقدره له او تشرو باطيما او تشرو موتور او تنحوا الموتور تاعكم وتدوا الخراط يخدم، هذه هي باختصار. شوف انا شفتوني قبيل مسحته بسربيات بيضاء ما خليت والو، درك ها ورجع الزيت، هذا الموتور راهو ناقص
ويتطلب خدمه او يتبدل. راح تقولوا لي عم حميد وعلاه يخرج في الزيت منه؟ اولا كيعود محرك مليح لاباس عليه، الرينفلار منه ما يخرج الزيت، حتى يخرج خرج حاجه قليله، قادر يخرج لكم نقولوا ربع ريتلا في 6000 7000 كيلومتر ما يتضار عادي. بصح لا عادي يخرج كما دركا رونفليت ثلاث خطرات او ربع ولاحظتوا باللي كاين زيت كما تشوفوا هكذا، هذا معناتها لا كومبريسيون تاع المحرك راهي تحبط الكارتير، دير ضغط، وهذاك الضغط لازم يخرج، يا يخرج على جوانات ومزيه نقولوا الصانع داير هذا الرينفلار منين، هذا هو النيف تاعو منين يتنفس، مالك تعود ان كومبريسيون كبيره يخرج منه ويروح كما قلت التربو يتحرك. خوتي هذه هي باختصار، تقدروا حدكم هذه العمليه ديروها، ولا شفتوا باللي عندكم زيت كبير كي ترونفلو بعد ما يسخن الموتور بعلموا باللي راهو البلوك تاع الموتور تاعكم تالف، هذيك الساعه تهزوا مسؤوليه او تبدلوه او تخدموه. خوتي في الاخير ان شاء الله استفدتم من هذه الفيديو البسيطه، نقول لكم ما تنسوا اشتركوا في قناه يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم.